مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، تشهد اليوم محافظة المنوفية استقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس المنوفية اليوم جو معتدل في جميع أنحاء المحافظة. الآن من على أهم الطرق الرئيسية طريق السادات شبين الكوم، يعد من أهم الطرق الرئيسية في محافظة المنوفية. زي ما انتم شايفين سيولة مرورية على جميع أنحاء الطرق في محافظة المنوفية، حيث أكد مقدم تامر الدكسوري في إدارة المرور بمحافظة المنوفية على وجود سيولة مرورية في جميع أنحاء المحافظة. وكانت محافظة المنوفية قد شهدت الأيام الماضية طقس غير مستقر وهطول أمطار على معظم أنحاء المحافظة، أدى إلى قيام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السائلة التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية. أما اليوم فيسود طقس معتدل على كافة أنحاء المحافظة وسيولة مرورية على معظم الطرق بمحافظة المنوفية، وخاصة طريق شبين الكوم السادات وشبين الكوم منوف وغيرها من الطرق الهامة الرئيسية والطرق المؤدية للطريق الإقليمي، إضافة إلى طريق الزراعي وسنة بركة السابعة. جو معتدل تشهده جميع أنحاء محافظة المنوفية. وسيولة مرورية على معظم أنحاء المحافظة. جو معتدل وسيولة مرورية على جميع أنحاء محافظة المنوفية. شايفين امامكم سيولة مرورية على الطرق في محافظة المنوفية وجو معتدل خيم يسود جميع انحاء محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 1 مارس عام 2022.
النهاردة محافظة المنوفية يسود فيها طقس معتدل على جميع أنحاء المحافظة وسهولة مرورية بجميع طرق المحافظة. مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السابع، نقلنا لكم حالة الطقس في محافظة المنوفية. كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة المنوفية. دمتم في أمان الله ورعاية.